أنا بصراحة يعني علاقتي مقطوعة على درجة، ما بعرف بالضبط شو عم يصير. الأسباب اللي ترك كرمال السياسة أو اللي أعلنها لا يبدو أنها زالت، ولا يبدو أنه في مشروع أيضا للبنان ولا للمنطقة جاهز بهاللحظة هيدي. هون من معرفة مباشرة ما في أي دليل أنه كان في حدا طالب منه يوقف العمل السياسي. سعد الحريري حط كل تقله ودحى بكتير أمور وخسر كتير من الشغلات، وتعرضت حياته للخطر، تعرض وخسر بيه. الإشارة اللي تلقفها باغتيال محمد شطح هي الإشارة اللي خلته كمان بعض الأحيان أنه يروح باتجاهات سياسية مخالفة للي كان ماشي فيها. شوفي العشرات الشباب اللي أخذتهم الأسطورة إلى فقدان حياتهم. نائب السابق الدكتور مصطفى علوش، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان أون. شكرا لك على استضافتي. أهلا وسهلا دائما. عشية ذكرى 14 شباط، ماذا بقي اليوم من الحركة اللي وصفت نفسها بالاستقلالية بعد 19 سنة تقريبا من تأسيسها؟ أنا دائما بقول أنه بقيت بقلب المواطن اللي عاش هذيك اللحظة، بقيت بعقل الناس المتوسطين الأعمار وقتوا أكبر شوي، لكن بالتأكيد فقدت كتير من حتى من ذكراها. بقول الناس الشباب اللي ما عاشوا هيدك الفترة والمحبطين أيضا. هلا المحبط بدل عنده بعض الحنين، محبط من الواقع بدل بعضه حنين، عنده حنين للماضي. نحن من الناس اللي بعد عنا حنين لهيدك اللحظة، لحظة القرار باسترجاع البلد، استرجاع الوطن والمواطنية بشكل أساسي. وأنا بطلت حتى يعني يهمني مين كان محتل البلد أو شيء، ولكن أحساس المواطنية كان وصل بمرحلة ب14 أدار وما تبعها من بضعة أشهر ما أكثر من هيك، تخطى الحساسية الطائفية، تخطى الذكريات بسموها التاريخانية، لأنه مش تاريخ، تاريخانية هي كيف بتشوف التاريخ أو بتشعري فيه، تخطى تاريخانيات الطائفية ووصل إلى رؤية أنه إيه أنا فيني أكون مواطن بغض النظر عن اسمي، بغض النظر عن المنطقة اللي أنا سكن فيها، وبغض النظر عن الطائفة اللي أنا نوجدت فيها بالصدفة. بالتأكيد هيدا الأحساس أحساس بيسموه بالسعادة بالنسبة للناس اللي مثلنا تربوا على هالجو هيدا وبدهم يلاقوا وطن يتكنوا فيه ويشعروا بالأمان. ولما عم نحكي وطن، وطن كلمة عاطفية بكل معنى الكلمة، مش مثل بلد، مش مثل دولة، مش مثل جمهورية. الوطن هو الأحساس أنك أنت هيدا المحل اللي ساكن فيه، والسكينة هي لما بشعر بالأمان، بشعر بالراحة وبشعر بالأمل. هيدا اللحظة معظم الناس فقدتها، بعض الناس عندهم حنين لألا، ولكن أكترية فقدوا الثقة أنه هيدا اللحظة كانت حقيقة جدية ومهمة. نعم، اليوم بين سعد الحريري لن يعود إلى الحياة السياسية وبين نعم سيعود يوما ما، برأيك أي متى ستكون اللحظة أو الوقت المناسب لعودة سعد الحريري إلى العمل السياسي؟ أنا بصراحة يعني علاقتي مقطوعة على درجة، ما بعرف بالضبط شو عم يصير. وحتى وقت اللي كانت العلاقة حميمة كانت الأمور اللي السرية بقيت سرية، ما بعرف مين المجموعة الضيقة اللي كانت عم تتداول. لكن هو من فترة طويلة يعني من عدة سنوات أسر، أنا كنت معه يعني كان مكان بالسعودية، أنه هو حس بالأحباط من الحياة السياسية وعم يفكر بأي لحظة أنه يتركها. كانت الأفق مسدود وقتها ب2013 بعد الوان تيكت تبعت جبران باسيل، لكن بعد الأمور على أساس أنه رجع بمشروع في خيارات، كان في سادر، كان في انطلاقة جديدة مع ميشيل عون، واحتمال أنه يقدر يعمل شيء. لكن هذه اللحظة بعد استقالة الحكومة وبعد بعد انفجار المرفأ راحت إلى مسألة جدل
ومنطق تجاري، مين بياخد وكيف بياخد، وأي دولة بتدعم أي دولة، وحتى الدول اللي دخلت وبالأخص عم نحكي فرنسا اللي كانت تعطي مثل آمال عريضة لسعد الحريري، رجعت بعدين فاتت بالتكتكات التجارية الصغيرة. بهاللحظة شعر أنه المشروع لم يعد يحمل مشروع، وفقد القدرة أنه يقنع باستمرار العمل السياسي، على الرغم من رغبة الناس اللي بتحب سعد الحريري بأنه يرجع، لحاجتهم لقائد، لحاجتهم لشخصية كانوا فيها، وعلى الرغم من أنه النادي البكوات السياسي بالبلد يحتاج إلى كمان استكمال العقد تبعه، لكن الأسباب اللي ترك كرمال السياسي أو اللي أعلنها لا يبدو أنها زالت، ولا يبدو أنه في مشروع أيضا للبنان ولا للمنطقة جاهز بهاللحظة هذه قبل انقشاع غبار الحرب بغزة. نعم، ولكن إذا ما نرجع شوي للحظة اعتكاف الرئيس سعد الحريري العمل السياسي، نتذكر كانت الدمعة بعينه، البعض اعتبر أنه كان مرغم على هذا الشيء، برأيك مين حسب الأخبار اللي كانت عم تدور السعودية أرغمته وأجبرته على هذا الأمر أو أي موضوع؟ لكن هون من معرفة مباشرة ما في أي دليل أنه كان في حدا طالب منه يوقف العمل السياسي، لكن هو شعر أنه عدم التجاوب معه لا دعمه لا الوقوف جنبه على المستوى الإقليمي وأيضا على الدولي، يعني فقد الأمل بدعم فرنسي، أصبح مثل ما قلت فايت بعالم التجارة، قديش بيربح من هون قديش بيخسر من هون، بالإضافة إلى أنه ما أجد إشارة واضحة من السعودية بخصوص الدعم، وأيضا الواقع على الأرض أصبح كمان هو سجين لخيارات معينة، ومن ضمنها علاقته مع الرئيس نبيه بري، وأيضا ربما تفاهمات كانت موجودة مع حزب الله، كلتها الأمور خلته أنه يوقف بموقف يعني خياراته صارت صعبة، والاستمرار صار أصعب بهذيك الوقت، واحتمال النجاح بالانتخابات النيابية كان ضئيل، يعني طيار المستقبل خسر ثلث نوابه بالانتخابات 2018، وحتى النواب الموجودين كانوا ينتمون إلى الكتلة، ما كانوا بالحقيقة سياسيا ملتمين لتيار المستقبل، جزء منهم كان عنده مشاريعه الخاصة، فكانت توقعات أنه ربما هذا العدد كمان ينقص بالأداب، فلهيك كل هالأمور مع بعضها أدت إلى القرار. الدمع بعينه طبعا، لأنه بالنهاية يعني بغض النظر عن كل الأمور، سعد الحريري حط كل تقله وضحى بكتير أمور وخسر كتير من الشغلات، وتعرضت حياته للخطر، تعرض وخسر بيه وخسر أصدقائه والقراب وآخرهم يعني وسام، محمد شطح، كلهم كانوا الناس اللي حولوا بهالفترة هيدي، فكل هالتضحيات شعر أنه هيدي اللحظة كلها عم تروح هباء، هو مضطر أنه يغادر الحياة السياسية. ربما كان كمان عم ينتظر ردات فعل دولية وأقليمية كمان ما حصلت. هلا بهاللحظة هيدي هل هناك مستجدات؟ في تمنيات أكيد، بأكد لك إنه في تمنيات من آلاف الناس اللي شعر حالة أنها ضايعة بدون توجهات، وأنه كل القبائل الطائفية الأخرى عندها قيادة، ليش القبيلة ما عندها قيادة؟ وهذا يعني منطق، بكل المجتمعات هناك حاجة إلى موجه، هالشي غائب عند السنة بالتأكيد. بناء على اللي قلته حضرتك من شوي انه الرئيس سعد شعر بخطر على حياته، برأيك لو بقى بالحياة السياسية كان لا سمح الله كان في خطر او تهديد ما انه يلقى نفس مصير والده؟ لا، هيدا الخطر كان قائم قبل. يعني بس سلسلة من التفاهمات خففت هذا الخطر على الأقل. الإشارة اللي تلقفها باغتيال محمد شطح هي الإشارة اللي خلته كمان بعض الأحيان أنه يروح باتجاهات سياسية مخالفة للي كان ماشي فيها بمحل المحلات. هون كنت بتوافقه؟ لا. لا، يعني كل واحد منا له رؤية، اللي متربى بطريقة ثورية وبطريقة
النضال والى اخره، بيعتبر انه لحظه الموقف لازم تكون منها مرتبطه بالتهديدات. ولهيك انا مش بالضروره اني موافق، لكن انا هلا عم بفترض هالامور هيدي مني. انا متاكد 100% من الصحة انه هي اللي غيرت رأيه وغيرت اتجاهه. لكن اذا نطلع منلاقي انه خسر اليد الامنيه الاقوى بهذاك الوقت اللي كانت وسام الحسن، خسر الرأي السياسي الحكيم واللي كمان ما كان عم يسعى لأي شيء إلا أنه يقول رأيه اللي هو محمد شطح. فهالتنين سوا كانوا محبطين بالتأكيد لألو. اليوم إن عاد سعد الحريري للعمل السياسي، مصطفى علوش بيخاف عليه، بيخاف أنه يرجع يمشي بتفاهمات لا تشبه تيار المستقبل، بيخاف على حياته، على خطر على حياته. القضية مرتبطة بالمواقف اللي بده ياخدها، ولهيك أنا هلأ موقفي هو حيادي بهاللحظة هيدي. أنتظر اللحظة اللي ما نشوف موقف معلن أو حراك معين، وبعدين فيني أقول رأيي. نعم. بهالموضوع اليوم لا شك أنه الطائفة السنية بوضع صعب، بتوافق هيدا القول؟ لا، أنا موافق أنه لبنان كله تسوى، مش بوضع صعب، بوضع كارثي. والسنة جزء من هالمجموعة هيدي. نعم. هل أنت برأيك الطائفة الشيعية وضع أحسن؟ تشوفي شو عم يصير بالجنوب، شوفي العشرات الشباب اللي أخذهم أخذتهم الأسطورة إلى فقدان حياتهم. كمان الوضع العام منه فيده، وإنك أنت عم تشتري الموقف بعدد الناس اللي مستعد تضحي فيهم، هذا منه موقف صحي. شوفي وضع المسيحيين بشكل عام الهائمين بين الانعزال وبين عودة الدور المفقود. أوكي، السنة مثلهم مثل أي غيرهم، كلتهم سوا، المسيح والدرزي والسني والعلوي، كلتهم سوا خسروا مصرياتهم، كلتهم عم يطلعوا بنظرة تشاؤمية للبلد، كلتهم سوا أولادهم اللي منهم النوى تركوا البلد أو عم يحاولوا يهربوا من البلد، والباقي يأسان وما عنده خيارات أخرى. فلهيك أنا ما بعتبر أن وضع السنة هو غير أوضاع الناس الأخرى. كمواطنين كلنا متساويين بسوء الحال. نعم. يحكى عن خزلان لسعد الحريري من الداخل، كيف خزل برأيك سعد الحريري من الداخل؟ هلأ الخزلان من الداخل ما في شك أنه طلع حتى على القاعدة السنية اللي بدنا تفرقت بوقت من الأوقات، صارت كل واحد يروح باتجاه، وبعض الأحيان كان في جحود، وأنا بأكد لك أنه في جحود كبير على مستوى التضحيات على الأقل بدعم الناس. صار معتبر أنه لازم يكون في دعم أكثر. فلما كنت أسمع أنه ما في تواصل، كنت أفهم التواصل يعني أنه أنا إذا فت بدي فوت ابني على المدرسة لازم يكون واقف جنبي، مع أنه هو بأكد لك أنه خسر معظم ما يملكه بهالاتجاه هذا. شغلة تانية هي التجارة عند السياسيين بمختلف أنواعهم، اللي كان حلفاء أو غير حلفاء، الحلفاء وغير حلفاء، وكل واحد صار يفتح على حسابه. فكمان الحلفاء أوليك كمان عم يقولوا أنه أنا عم دور على مصالحي وعم يدور على مصالحه، ففي خزلانان أكيد على هالمستوى هذا. وبالنهاية شفنا، لكن الخزلان اللي الأكبر كان من الإقليم ومن الخارج. كمان استندنا إلى أنه إمكانية إعادة الدعم على المستوى الإقليمي، المستوى العربي، أو دعم دولي فرنسي بشكل أساسي وربما أمريكي، كل هالأمور لم تحصل. فلهيك أنا موافق أنه أنا محله بشعر بالأحباط بهالخصوص هيدا. هلأ بعد ما ترك يمكن بعض الناس اللي بيعتبروني أنا تسبب بخزلان معين لأني وقفت الوقفة هيدي، لكن أنا بعتبر أنه الوفا ما في يكون من جهة واحدة. يعني هون بتقصد أنه كمان ما كان في وفا من الجهة المقابلة؟ نعم صحيح. نعم. اليوم انعاد التيار المستقبل إلى عمله السياسي، مصطفى علوش بيكون داخل هيدا التيار؟ ما بعرف شو تيار المستقبل اللي بده يرجع.
أنا ماني عارف يعني. أنا دائما بعود إنه أنا كنت ناوي أنهي حياتي السياسية بتايلاند المستقبل أبقى لآخر عمري، وعملت الجهود اللي عملتها من تأسيس يعني بأواخر التسعينات وصولا إلى 2000 وطلوع وبعدها، يعني اعتبرت حالي إنه وهبت مش بس جهدي، وهبت حياتي وحتى مصالحي كلها تسوى بهالاتجاه هذا. هلا بدي اشوف شو هي الحله، ويمكن هن ما بقى بدهم يعني، يمكن ما بقى بدهم حدا يكون بكتر حكي وبيزيدها بالكتير غلبه بهالخصوص هذا. لكن اهمي مش انا وين بكون، همي هل هناك مشروع يقدر يامن الاستقرار للبلد بغض النظر مين انا. انا شخص موجود ما بيعود لي أي أهمية إذا البلد استقر، أنا ما بدي دور إذا البلد استقر. إذا البلد استقر بروح بقعد بكتب بشتغل بكمل الدراسات اللي أنا عم بشتغلها وروح على شغلي، ماني مضطر إني ما عم دور على دور بقى بهالموضوع. دكتور اليوم العالم بتسأل مصطفى علوش عزل من التيار أم عزلت نفسك عن التيار؟ لا أنا قدمت استقالتي مش حدا يعني، أنا قدمت استقالتي للمرة الخامسة لن قبلت، يعني على مدى 15 سنة خمس مرات طرحت استقالتي. آخر شيء كان كلام واضح على الواتساب بيني وبين الرئيس سعد الحريري، قلت له وقت اللي بدها توصل أنه الناس المحيطة فيك اللي بسموا البطانة أو الحاشي بلشت عم تهاجمني بالشكل عم تهاجمه، أنا مقدم استقالتي فقبلها. اليوم ليش برأيك بعض القيادات ومن تيار المستقبل بيتذكروا الحريري الشهيد وابنه سعد الحريري فقط خلال هيدي الفترة وكل أيام السنة بينسوه؟ طبعا المناسبة يعني كمان كتير أوقات أنا بتذكر أنه برمضان الناس بتذكر أنها بدها تصلي، قبل العيد بتذكر بدها تروح على العيد، بعيد الميلاد نفس الشيء، يعني هيدي شغلات منها غريبة الحالي. بس ما في شك أنه غياب سعد الحريري بالذات وغياب رفيق الحريري أصبحت واضحة أثرها، وأنا دائما بقول أنه تغييب رفيق الحريري بالذات واغتيال تيار المستقبل وسعد الحريري سياسيا ما كانت حلقة منفصلة عن اللي عم نشوفه هلأ من اجتياح العراق سوريا اليمن ولبنان من قبل الحشد الشعبي والحرس الثوري، ولا هي معزولة عن الوضع اللبناني وغياب رئاسة الجمهورية غياب الدولة وانتهاء وصولا إلى غزة اللي أيضا كمان عم نشوف شو اللي عم يصير فيها. كل هالأمور مرتبطة ببعضها، فهالشعور أنه بليلة الظلماء يفتقد البدر مثل ما قال أبو فراس الحمداني، لهيك بتخليك كل الوقت تتذكر أنه أنا بحاجة لضوء، بحاجة لضوء أمر على الأقل بهالمرحلة المظلمة. نعم، السنة اليوم طالما بقولوا أنه تحت سقف الدولة، كيف بتشوف اليوم الدخول العسكري لقوات الفجر بجبهة الجنوب؟ خلينا نطلع من السنة ونطلع من قصة قوات الفجر، يعني لو لا طغط غطاء حزب الله الشيعي ما كان له دور، والقرار بقطع الطريق على كل الحركات السنية من الذهاب جنوبا أو شمالا أو بأي محل من المحلات كان قرار من المخابرات السورية وقتها لتسليم ولتوكيل منطقة الجنوب إلى جهة واحدة بهذه الوقت، خاصة بعد الصراع اللي حصل بين أمل وحزب الله بإقليم التفاح وأدى إلى انتصار حزب الله وتفاهمات بين حافظ الأسد و الخميني بشغل وبعد الخميني طبعا على هالموضوع هيدا بالذات. لهيك الفجر يعني يمكن يكون أفراد سنة، لكن حقيقة القرار بالسماح أو عدم السماح هو قرار بإيد الحرس الثوري الإيراني. هل تسعى برأيك الجماعة الإسلامية أنه تعبي الفراغ يلي تركه الرئيس سعد الحريري بالطائفة السنية؟ بالتأكيد حاولت، لكن خليني أكد أنه المعظم السني يعني ما كتير بيقتنعوا بالحركات اللي بتتخذ من الدين أداة سياسية، يعني
ما كتير عندهم. وبدي أذكر أنه بتاريخنا خاصة وقت الإخوان المسلمين بلشوا بالمواجهة مع عبد الناصر، جمال عبد الناصر، السنة بالإجمال أخذوا خيار عبد الناصر السياسي واتهموا الإخوان المسلمين بالعمالة، واتهموا الإخوان المسلمين بالعمالة. يعني أنا بتذكر بقلب مدينتي أنه يسمون عملاء الإنجليز. ليش؟ لأنه تواجهوا مع عبد الناصر القومي السياسي بهذيك الوقت. فلحد هلأ إجمالاً الواقع السني ما كتير بيصدق بالأحزاب اللي بتاخد من الدين غطاء للعمل السياسي، لأنه بيعتبر أنه السياسي شيء والعمل الرعوي والديني شيء آخر. السياسة تفقد الدين قدسيته، تفقد الإيمان، لأنه أنت بوقت كنت تشتغل بالسياسة شوفي مثلا لما فات الرئيس المصري السابق مرسي على السياسة بادل وعمل هيصة بهالقصص هايدي. لهيك ما كتير في نوع من الاقتناع انه هاي الحركات بتقدر تاخد واقع شعبي كبير. وحتى مثلا من حكمت حركة التوحيد الإسلامي طرابلس بقيت محصورة دعمة بمجموعة صغيرة من الناس اللي محاسبين الحركة، الإخوان المسلمين بطرابلس أو ببيروت بأقصى عهدهم جابوا نائبين، وكل التقديرات أنه ما بيمثلوا أكثر من جزء طائل من المية. يعني ما بتتخوف أنه يترجم ذلك انتخابيا؟ لا، ما الخيارات، خلينا نطلع على الخيارات السياسية بقلب مدينة طرابلس أكتريتها، يعني اللي هي المدينة الأكثر أهمية من ناحية السياسة للسنة، ما في ولا واحد تم اختياره على أساس ديني. في خيار واحد لجامعة المشاريع الأحباش، ولكن خياره هذا كان حزبي سياسي أكثر ما هو كان خيار أنه أنا عم بختاره لأنه هو بيمثل مجموعة دينية. اليوم بين ورثة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مين برأيك هيك عنده قابلية أكثر أنه يحمل شعلة رفيق الحريري؟ أنا برأيي ولا واحد بالتأكيد، لكن بين الكل اللي بقي على الأرض، يعني برجع بقلك سعد الحريري هو الشخصية الأكثر قبول شعبيا، لكن بحاجة للموقف اللي خلي يحمل راية رفيق الحريري. موقف رفيق الحريري وعظمته ومحبتي الجامحة له ما أجا لأنه بس اسمه رفيق الحريري وابن صيدا ولأنه ملياردير أو نجح بالأعمال أو عنده لا، إجا حمل مشروع أقليمي ومشروع دولي. إذا في مشروع دولي وأقليمي بهالحجم هيدا للبنان، ساعتها أنا بظن أنه قد يكون سعد الحريري والأكثر أهلية لحمله بهالمرحلة هيدا إذا كان شيء. أما الباقيين ما بعرف خيرهم من شرهم، يعني ولا بهمني، وأنا بهمني المشروع أكثر ما بهمني الاسم. نعم، اليوم تيار المستقبل عم بيتابع قرار المحكمة الخاصة باختيار الرئيس الشهيد في الحريري. نعم خلص. مؤسف هيدا الشيء؟ المؤسف هو أنه أعداد الضحايا اللي بدأت باختيار رفيق الحريري بالمنطقة يعد الآن يفاق المليون أو ربما أكثر. فالاغتيال المشروع أدى إلى تكدس الدمار والجثث الضحايا على مدى السنوات هيدي، لدرجة أنه أصبح مسألة اغتيال رفيق الحريري مثل جرح موجود الواحد بتلمسه من وقت لوقت ليتأكد أنه هو كان انجرح بالزمان، لكن لم يعد هو الهم. وأنا بأكد لك أنه يعني المحاسبين أو من تبقى بيعتبر حاله بتيار المستقبل، وكمان على أي أساس ما بعرف ليش، ولكن بيعتبر قضية سعد الحريري هي الأهم مش قضية رفيق الحريري. نعم،
اليوم لا شك أن الأطراف اللبنانية أدركت مدى أهمية وجود الطائفة السنية. برأيك اليوم لو كان سعد الحريري بالحياة شو كان تغير بالمشهد، إن كان بالحرب، إن كان بالفراغ الرئاسي، بكل الأمور اللي عم يواجهها اللبنانيين اليوم؟ كمان أنا بطلع من الطرح هذا إنه أهمية الطائفة السنية بالحياة السياسية، ما هي موجودين إنه شو عم يلعبوا دور اليوم؟ بغض النظر يعني إذا بدك هلا عنا رئيس وزراء سني، أوكي فيني أقول منه سني نجيب ميقاتي سني وموجود، وكل الامضاءات والتجاوز الدستور او التماهي مع الدستور والقرارات موجوده عنده. في نقمة عليه يمكن من لو مين؟ كان مثلا الرئيس سعد الحريري كان غير ابرز مواقف انه سلم جبهه الجنوب والقرار لحزب الله. برايك لو كان سعد الحريري كان صار غير شيء؟ ما بعرف نفس الشيء كان صار. احلك شغله ساعتها سعد الحريري بيكون مشروع اغتيال. ليش اليوم لا سمح الله نجيب ميقاتي مش مشروع اغتيال؟ اذا غير الطريق اللي هو ماشي فيها. خليني اقول لك مشروع الممانعه من حافظ الاسد وجر ما بياخذ حلفاء، بياخذ رهائن، الا اذا كانوا مؤمنين ومسلمين حالهم، واجمالا بيعتمدوا انه هذه الرهينه اما مهدده بالقتل او ممسوكه بملف يسيء الى سمعتها. يا هيدا يا هيدا. وانا بعرف مع علم اليقين، وهيدا آيلة عدة مرات سببت بإثارة كثير من الحفائز، هو انه عند حافظ الاسد كان دائما يحتفظ قبل كل شيء ما كان يوثق باي واحد نظيف، كان الناس النظاف والعائلات النظيفة واللي ما في شوائب عليهم كان يحترمهم بس ما كان يوثق فيهم. ليش؟ لأنه هول كانوا ممكن ينقلبوا عليه، فكان ما يستلم حدا شيء عنده إلا إذا في ملف بالجرور عنده لحتى يفضحوا فيه ويقدر يهددوا فيه بمرحلة من المراحل. عن نفس الطريقة استعملوها مع المسؤولين اللبنانيين اللي تعاملوا معهم، كل واحد عنده ملف، كل واحد محتفظ فيه، وعلى الأرجح سيطرتهم الجزئية اللي بقيت بعد خروجهم من لبنان، لأنه معظم الناس أمنيين وغير أمنيين وسياسيين كان عندهم ملفات موجودة عندهم، ومن هون قدرتهم. لأنه أنا بتطلع أنه كيف ممكن بعد سياسي أو رجل أمن أو بيقدر يقول أني أنا بدي دافع عن بشار الأسد مثلا، عن واحد دمر بلده وقتل نص مليون شخص ومتهم بالفساد وكل شيء. فقناعتي هو أنه لا، ما في عند مشروع الممانعة أصدقاء، في إما ضحايا، وأنا بأكد لك أنه اللي عم يصير بغزة، اللي صار بلبنان بال2006، اللي عم يصير بلبنان هلأ، اللي صار باليمن، بالعراق، بسوريا، هو جزء من المشروع الإيراني اللي استعمال ضحايا غير فارسيين وغير إيرانيين لحتى يموتوا عنهم بهالمرحلة هيدي، أو أنه بده يكونوا أتباع، والأتباع بيجوا يا أما بالتهديد أو بالإغراء، يعني الجزرة والعصا بهالحالة هيدي. فما بظن أنه حدا بيقدر يضاين كان بالحكم بلبنان لولا منه ممسوك، أو هو مقتنع أنه أنا بدي دل بهالموقع حتى لو على كرامتي. اليوم بناء على اللي حضرتك عم تقوله، كيف رح يترجم الموضوع بالملف الرئاسي؟ بعد الملف الرئاسي مسكر بهاللحظة هيدي، الكل الأطراف المحلية على الأقل تنتظر انقشاع غبار المعارك والتفاهمات الأقليمية، تغير موازين القوى، كل هالأمور هذه بعدها غير محسومة. لهيك ما في أفق لرئاسة الجمهورية بهاللحظة، على الرغم من كل الأوهام اللي انحكت، المبعوثين الأوروبيين والخماسية وغيرها وكل يتسوى، ما حدا منهم عم يحكي هلأ برئاسة الجمهورية، كان لغايتهم عم يحكوا كانوا بكيفية إخراج لبنان من أتون المعركة المحتملة المفتوحة. طبعا المعركة قائمة لكن المعركة المفتوحة، وتجنب دمار كبير على البلد، وتجنيب نفسهم بالأخص عم بحكي الأمريكا وفرنسا وربما إنجلترا، لأنه رجع كاميرون كان من كام يوم هون، ما بدهم يوسعوا الحرب اللي عم يرغب فيها نتنياهو. توسيع الحرب بالتأكيد منه لمصلحة إسرائيل، ولكن إدخال عناصر جديدة على الحرب هو لمصلحة نتنياهو. خلينا نطلع ليش، لأنه بهالطريقة هيدي بيقدر يحول الحرب إلى حرب إقليمية، وساعتها إمكانية
تهجير مليونين فلسطيني بتصير بين إيديه لأنه تأتي ضمن الحرب. في كتير دراسات انحكت أنه على الرغم من الغبا والحقد النازي ضد اليهود بألمانيا وبأوروبا، ما كان بالإمكان أنه يعملوا الهولوكوست عليهم والمحرقة لولا الحرب العالمية الثانية ولولا النتائج اللي بلشت تظهر أنه ألمانيا ذاهبة إلى الخسارة. من سنة 42 بين 42 و43 أصبحت خسارة ألمانيا مسألة وقت، وبدأ المشروع القضاء على اليهود كان نوع من الانتقام وأيضا يعني مشروع انتحاري أنا سميته. بالنسبة لنتنياهو اللي هو مهدد قبل كل شيء من ناحية إسرائيل كدولة، مسألة وجودية بالنسبة لها تحقيق انتصار، التخلص من مليونين فلسطيني بغزة وربما أيضا مليونين ونص آخرين بالضفة الغربية وحتى حوالي المليونين موجودين بأراضي 48، هو حلم يهودي لا يزال قائم، أو حلم صهيوني يميني لأنه كمان بين الصهاينة في تعدد. فهو بيسعى إلى توسيع الحرب، جعل حرب أقليمية تستخدم فيها مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل، ويتمنى أن يتلقى ضربة موجعة على السكان بإسرائيل حتى يبرر الاستمرار بالقتل. وهذه ما تفكر يا شغلة، يعني يمكن الواحد ينصدمه أنه معقول هالشيء هذا. تاريخ الحركة الصهيونية بأكد هالشيء هذا بكتير محلات. بوقت كانت المحرقة بلشت تتوسع، أو حتى قبل المحرقة وقت اللي كانت صارت كريستل نايت، ليلة الزجاج المكسور، بعتقد ب 38 أو 37 مش أكيد، بيجي أدولف إخمن بيلتقى مع مسؤول بالهاغانا اسمه بافل بولوك، وبيلتقى فيه وبيتفقوا أنه كل ما زاد الضغط على اليهود، وهيديك يهود صهيوني بقلب ألمانيا، هل اليهود بده يروح على فلسطين بغير المعادلة السكانية. إسحاق شمير اللي عمل رئيس وزراء بإسرائيل كان رئيس مجموعة شتيرن، فبال 41 كان عم يعمل لقاءات سرية مع الجستابو لنقل مجموعات من اليهود، وحتى بالبداية قبل الحرب كان عم يحاول يتفاهم مع دول المحور أنه نحن فينا نكون جزء من هالمحور إذا بتساعدونا بقصة الاستيطان. كل هاي أمور حقيقة الناس ما بتطلع فيها، بس أنا بحب راجع التاريخ بتنتهي. فما في شك أنه يتمنى نتنياهو، وربما كان مناسبة 1400 قتيل اللي راحوا بهجوم حماس هي مناسبة لا تعود ولا ترد بهالمرحلة هيدي. هلأ يتمنى أنه تيجي صير بشاعة كبرى بحق مدنيين يهود، ينزل صاروخ يقتل 200-300 واحد، يصير فيه هيك حجم لحتى يكمل بالأرماجيدون أو الحرب اللي هو متمناها. لهيك نرجع للنقطة الأساسية، لا فرنسا ولا بريطانيا ولا أمريكا بدها تفوت بحرب من هالنوع هيدا، والتوجه نحو لبنان هو لإيجاد طريقة لوقف الاشتباكات الحاصلة بين لبنان لحتى يسحبوا مش من حزب الله من نتنياهو الأسباب اللي عم يحكي فيها ليوسع الحرب. يعني اليوم عم نشوف من الوقت والتاني كان لنا فترة شوي الوضع هادي بالجنوب، هول يومين اللي قطعوا شفنا كتير تصعيد والطيران عم نشوفه عم بيضل بثلاث أرباع الأوقات عم بيضلوا بسما بيروت والشمال والجنوب. يعني برأيك هيدا التهديد الإسرائيلي لأي متى رح يضلوا مستمر؟ طالما يعني الموضوع بعده قائم، بعد ما فيه أي حلول، بعد قصة غزة غير مفتوحة، الحديث هلأ عن الهجوم على رفح هو بعده دائر، والرؤية هي بعدها أنه كيفية إجبار مصر على فتح الحدود، إجبار مصر على فتح الحدود لأسباب إنسانية بين هلالين. فالأمور قائمة، وحزب الله إذا وقف يعمل أي شيء عن طريق الحدود بيفقد كل الأسطورة اللي عملها،
وأيضا إيران بحاجة للاستمرار من خلال الحوثيين، الحشد الشعبي، الزينبيين وحزب الله وكلتهم هون الأدوات الإيرانية، بحاجة أنه دائما يعطوا الانطباع أنه نحن قادرين نأذي. ما لح نأذي من خلال أراضينا مباشرة، ولكن مستعمل جماعتنا. إذا بدكن هالإزعاج أو الأذية توقف وما تفوتوا بحرب إقليمية واسعة أنتم ما بدكن إياها ولا أنا بدي إياها، تفهموا معي على الترتيبات السياسية للمرحلة القادمة. نعم. اليوم كيف بتشوف تصرفات حزب الله بجبهة الجنوب؟ اليوم مصطفى علوش مع يلي عم بيقوم فيه الحزب، مش مع إلى حد ما؟ شو الهدف منه؟ هذا السؤال. يعني أنا حكيتها بعدة مرات أنه إذا الهدف هو أني أسند جبهة غزة، حدا فيه يشرح لي كيف؟ لا ترى أنه سند فعلا سند؟ ما بعرف، أنا مش أسد أرى أنه سند، ما بعرف كيف. يعني فيني وهمك أنه أنا جيت من طرابلس لهون لك مصلحة كتير كبيرة أني أعمل هالشي هذا. طيب فيني أشرح لك هالشي هيدا؟ ما لحد هلأ ما في شك خطابات، يعني لما بيطلع حسن نصر الله بيحكي خطابات معظم الناس اللي قاعدة مصدقته قبل ما يحكي، حتى لو حكي أنه السماء لونها بنفسجي مصدقته، حتى لو قال أنه البحر صار حلو وما بقى في ماي مصدقته بهالشي هيدا. فلهيك الناس اللي بدأت تسمع مصدقته، الناس اللي معتبرته أنه كلته ما أنه صح اللي عم يحكي كمان ما لح تصدقه. الاستخدام المحلي أنه طيب نحن دعمنا غزة، ليش؟ لأنه تلت الجيش الإسرائيلي والاحتياطي موجود على الحدود. طيب هلأ شو بدي أقول عن الجيش الإسرائيلي اللي صار ساحب عدة كتائب من قلب غزة؟ شو بدي أقول؟ جايين متلاجين على جنوب، هلأ خففوا الضغط على غزة، عدد الشهداء اللي عم يسقط بغزة ما تغير، عدد الأحياء اللي عم تتدمر كل يوم عن يوم عم نعرف بوضع جديد، الوضع الإنساني بغزة بمزيد من التدهور، وكل يوم عم تتضيق الوضع يوم. والمشروع اليهودي، العرض اللي عرضته حماس لتقبل أو لتصير الهدنة رفضته إسرائيل، كل هيدي في يشرح لي ساعتها حزب الله كيف دعم. أنا بالنسبة لي أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق أيضا أهداف سياسية بالنسبة للشعب الفلسطيني أنا معه 100%، لكن بدي اقتنع، أنا قناعتي أنه اللي عم يحدث هذا قد يزيد أو لا يؤثر. كل شيء عم يعمل أنه عم يتسبب بالمزيد من الأذية للبنان لحساب إيران ولحساب مصالحها. كيف شفت المشهد اللي شفناه من فترة بعض شباب السنة اللي قالوا أنهن إلى جانب حزب الله وحملوا السلاح إلى جانب حزب الله بوجه العدو؟ بلحظة الحماسة أكيد هذا الشيء بيصير، وأنا يعني في كتير ناس اتاخدت واعتبر أنه عاد عهد السنة بالمواجهة بعد ما كانوا خاطفينه الشيعة بمرحلة المراحل. لكن وقت اللي بتروح السكرة وبتجي الفكرة، أوكي هلأ في فكرة صار أكتر. أنا برجع بأكد أن احترامي لحمية هالناس، لكن خلينا نفكر بشوي شو الهدف وشو عم نعمل ولمين عم نخدم بهالمشروع هذا. هذا هو السؤال. الرئيس بري يعرف بأنه لبنان الصرف، اليوم بمشاركة حركة أمل بأعمال الجنوب، كيف توصف هيدا الشيء؟ وهل يعني يعتبر مثل كأنه بري قدم أوراقه لإيران وحزب الله؟ ما بعرف، لكن الغياب عن المعركة بغيبك عن أيضا حصد القرارات وحصد الأمور، وهيدا دائما الواحد بيعمل الميزان. فأنا برأيي مثل ما بيقولوا عن حرباءة النبيه بري، رئيس نبيه بري أكيد هو عم يزينا بهالطريقة هيدي. هل الموضوع مقبول لبنانيا؟ إذا بتروحي بتسألي شيعة الجنوب اللي 75,000 منهم تركوا بيوتهم، شو رأيكم بالموضوع؟ خلينا نسألهم لأنه حضرتك شو بتقول؟ ما حدا بيحب يدمر بيته، ولا بحب حدا بيحب أنه ابنه يروح. لهيك الأكترية بيتمنوا أنه ما يصير تتوسع الحرب،
أكترية منه. وهذا الشيء حصل بنوع من الاستطلاع رأي انعمل سنة 2006 بعد حرب تموز، أكدوا الجميع أو على الأقل أكترية الساحقة من أهل الجنوب، يعني مش بالضرورة المحاسبين حزب الله، أنه لا نحن ما بدنا أن تنعاد الحرب مرة تانية. لكن بالوقت ذاته أنه الأكترية المحاسبين رب يتفهموا أنه طيب إذا نحن ما عملنا شيء هلأ بده ينطرح الموضوع أنه طيب أنت شو دورك، شو بدك تعمل، ما في سبب أنك تعود وده الموجود. فدائما الخوف من تداعيات عدم وجود حزب الله عند جزء كبير من الشيعة على دور بالحياة السياسية هو اللي مخليهم بكثير من الأحيان أنه ما يطلعوا برات هالجو هذا. وكمان الخوف من الاستهداف. من كام يوم كان ذكرى استشهاد لقمان سليم، فالغضب الساطع ضد الخيانة الداخلية أو اللي يسمون شيعة السفارة أو إلى ما هنالك هو كمان أحد الأسباب. بيقول لك أنا شو بدي هلا، في كمان الإرهاب الاجتماعي القائم، أنه فلان مستشهد ابنه بروح بقول له أنه استشهد على الفاضي، يعني بيكون جاري وبيكون ابن عمي، ويمكن ما في ولا بيت ببيت شيعي هلأ بلبنان إلا ما عنده حدا. كان إذا ما كان مباشر غير مباشر، فأنت ما فيك تعدي بمجلس وتقولي أنا ضد حزب الله أوكي، إلا ما تطلعي برات هذا. ففي شيء كمان اسمه الإرهاب الاجتماعي اللي بيلعب دور بهالموضوع. بالعودة للملف الرئاسي، قلت لي حضرتك من شوي انه الملف مجمد وما فيه حاليا. اليوم لو كان دكتور مصطفى علوش نائبا، مين كان بيختار رئيس الجمهورية؟ مين بتشوف الأكثر؟ فارس سعيد رئيس الجمهورية. مش فرنجية، فارس سعيد فقط. هلا في شخصيات تشبه فارس سعيد، لكن بالتأكيد بالنسبة لي انا على معرفتي الشخصية وخيارات السياسية بختار فارس سعيد. اليوم بما أنه الحديث كتير عن سليمان فرنجية، برأيك إذا أصبح الرئيس الوزير سليمان فرنجية رئيسا، هل رح يلبي شعارات الحرية والحياد والسيادة والاستقلال؟ ما المهم مين اسم رئيس الجمهورية، المهم المشروع المحضر للبنان. بأكد أنه سليمان فرنجية متفق مسبق معه أنه هو جزء من منظومة الممانعة مسبقاً، فلهيك يعني لهيك أنا إذا هو مقتنع أو مصلحته أو رهانه قائم بهالمشروع هذا ما فيش تغيير بالموضوع. لح يجي عهد، أصلاً ما في عهد أسوأ من عهد ميشيل عون بظن، يمكن بيتنافس هو وإيميل لحود على السوق. لكن برجع بقول لك أنا العلاقة القربة من صغرتها ومن الناس هونيك في علاقة صداقة وود وكل شيء، وحتى سليمان فرنجية بالذات أنا بوده لأنه في لمحات معينة بتهمني. أما على المستوى السياسي فمن متفق معه. نعم. اليوم الوزير باسيل عنده زيارات متتالية إلى طرابلس، كان بصدد أنه يقوم بزيارة قريبة، وعم نشوف شوي اهتمام منه لطرابلس. كيف عم تشوفوا هيدي الاهتمامات؟ طبعا خلينا نحلل جبران باسيل. جبران باسيل عنده هدف واحد اللي هو جبران باسيل، ما في شيء تاني، ويرى نفسه أنه هو الوريث الشرعي لعرش رئاسة الجمهورية عن عمه، وسلمه العرش بس ما قدر استلمه لأسباب منعرفها. عمه راح لخيارات خارج المنطقة بخيارات مع حزب الله لحتى يلاقي طريق على قصر بعبدة. وصل خسر جبران باسيل الورقة، ورقة على الأقل بالبداية سود وشه مع نبيه بري، تسويد وشه مع نبيه بري خلى أنه يكون في جبهة شيعية واضحة ضده. وأيضا حزب الله منه مضطر يعادي نبيه بري كرماله، وشاف انه النقمة هون كبيرة. لما اجى ميشيل عون رئيس جمهورية كان في 70% من المسيحيين كانوا مصوتين لسنة 2005 لألو ولحزبه بهذاك الوقت، فلهيك الامر مختلف بهالخصوص هذا. خسر الجانب الشيعي،
من الجانب المسيحي ما حدا بيوثق فيه بعد نقده لتفاهمات مع راب السرية، وبعد يعني خسارته بالانتخابات بشكل واضح بالخصوص هذا. هلا عم يسعى من خلال مغازلة الشارع السني انه يلاقي حليف. ليش؟ لانه هو حقيقة من النوع اللي لا ييأس، عنده اصرار وعدم كلل، بيقول لك لو عندي شانس 1% اني دل على قيد الحياة السياسية ومتأمل بهالخصوص هذا، ما حدا بيعرف شو بيصير بعدين، فليش تأيأس؟ خليني أجرب من جديد. وأكثر من هيك، حتى لما بيصير في ردات فعل سلبية ضده بقلب مدينة طرابلس لنقول، بيستغلها لتصليب عوده ضمن الطائفة وبيرجع بيطلع بالخطاب التاني. يعني هذه كل الأمور محسوبة عنده. أنا بحسده على هالقدرة انه يدل مستمر، بانه كل العالم بتهينه وكل العالم بتسبه وكل العالم ما بقى له ثقه فيه، ومع هذا وكله هو بعده بيطلع وبيحكي بشكل مقنع على التلفزيون وبحركاته المعهوده، وبيحاول يجرب يفتح جدار هون، يفتح نافذه هون، يجرب بكل الاتصالات ليدل هو على قيد الحياه بغض النظر عن المجموعه اللي هو بيمثلها. برأيك رح ينجح بي إذا بدك فتح جدار سني بطرابلس؟ بشك بهالموضوع هذا، إلا إذا كانت الغزل اللي عملوا ألا عون لسعد الحريري، ما بعرف إذا كان هالشي، فساعتها يمكن يمكن. لكن واحدة من الأسباب لتدهور الوضع الشعبي لتيار المستقبل كانت التحالف مع جبران باسيل. يعني بعض الناس ترجع بتحكي لي، ما كنت دافع عن موقف تيار المستقبل، كانت تقول لي وانتخبوا صديقي جبران، شو بعمل شو بتعمل فيها؟ نعم. أوكي. دكتور مصطفى علوش، أنا بدي أتشكر حضورك، أهلا وسهلا فيك دائما بلبنان أون. شكرا.